بسم الله الرحمن الرحيم، طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم بعنوان الفاكشنز الدوال، والدالة مثل ما نعرف هي يعني تعريفها هي علاقة بين مجموعتين وفق قاعدة معينة اللي احنا نسميها قاعدة الدالة، ونرمز للدالة بالرمز الاف اف اوف اكس الاف، حيث من مجموعة اي الى مجموعة بي، ونكتبها بصيغة اف اوف اكس يساوي واي، او اف اوف اي يساوي بي، يعني هاي باختلاف الرموز. عندنا الآن مثال، المثال يقول عندنا مجموعتين، مجموعة أي اللي هي 2 3 2 4 5، ومجموعة بي 1 2 3 6. نلاحظ عندنا قاعدة معينة معرفة على هاي المجموعتين اللي هي اف اوف 2 يساوي 1، واف اوف 4 يساوي 3، واف اوف 5 يساوي 6. وإذا بيجي حالة عندي الدومين هاي الدالة، دومين الاف اللي هو مجموعة اي، المنطلق اللي هي 2 4 5، ومجموعة بي اللي هي كو دومين المجال المقابل اللي هي المستقر اللي هي 1 2 3 6. والعناصر التي المرتبطة مع بين مجموعة اي ومجموعة بي، المجال المقابل نسميها الرينج الدالة، اللي هنا هو مجموعة العناصر 1 3 6 1 3 6. في بعض الأحيان الكودومين والرينج يعني مساويات، يعني كل عناصر المجال المقابل لها ارتباط مع الدومين المجال، وبالتالي كلها راح يصير ان هو الرينج اللي هو الرينج اللي هو مدى الدالة. وهذا مثال اخر هم من يوضح العلاقة بين مجموعة سي ومجموعة دي. هنا نجي الى امثلة اخرى بصياغة مختلفة. هنا يقول لي find the domain and the range of the function f defined by f of x يساوي جذر x زائد 10. بهيجي حالة أقول ال y يساوي f of x هي جذر x زائد 10 to be real، وال x زائد 10 يعني احنا مثل ما نعرف تحت الجذر لازم يكون دالة هاي جذرية، فالمجالها هو كل العناصر اللي تحت الجذر تكون شنو أكبر أو تساوي صفر. فهنا نقول x زائد 10 أكبر أو تساوي صفر، نضيف نظير الجمعي للموجب 10 زائد 10 راح يكون x أكبر أو يساوي سالب 10. وبالتالي إذا عندي الدومين مالتي بالنهاية الدالة هو x، حيث x أكبر أو يساوي سالب 10، والرنج مالتي اللي هو y يساوي y، حيث y هو اكبر او يساوي صفر. هنا انا عندي ملاحظة انه اطلع الدالة y يساوي f of x هنا بالدومين بالكودومين بالمجال المقابل، اكتب الدالة بدلالة ال y، يعني يكون عندي x تساوي قيمة ال y. وهنا هسه لو اقدر هنا بصورة يعني مباشرة نقول بتربيع الطرفين راح يكون عندي y تربيع يساوي x زائد 10، ال x ابقي انقل السالب 10 راح يكون y تربيع ناقص 10 اللي هي تمثل لي هاي كلها x. وبالتالي هاي كلها الكودومين الرينج راح يرتبط بيهن هو اللي y اكبر او يساوي صفر. اوكي، الواي هو يكون اكبر او يساوي صفر. مثال اخر اللي هو هنا عندي اكسرسايز
عدد ثلاثة إن شاء الله نبعثه لكم كحل وواجب بيتي. وألاحظ هنا عندي النقطة الثانية بالإكسرسايز هو الدالة الكسرية. الدالة الكسرية المجال مالتها الدومين اللي هو لازم يعني كل العناصر ما عدا العناصر اللي تجعل المقام يساوي صفر اللي هو السالب 2. يعني شو الحل يكون x زائد 2 يساوي صفر، x يساوي سالب 2 أقول يعني هو كل مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا السالب 2. استثني السالب 2 من دومين هذه الدالة. مثل ما نعرف احنا من اي دالة اقدر اوقعها على المستوى الاحداثي اللي هو اكس واي بلين، يعني المستوى الاحداثي الاكس والواي من خلال الازواج المرتبة اللي هو اكس والواي. اكس المسقط الاول يمثل لي اكس والمسقط الثاني يمثل لي واي، اللي هو الواي شنو اقدر اكتبه بصيغة الاف اوف اكس. ومن خلال الرسم يعني اقدر استخرج النقاط، اي دالة يعني اي دالة معطى لك تقدر ترسمها من خلال النقاط، تخلي جدول بسيط لقيم اكس وقيم واي، فتختار الاكس 0 و 1 2 3 من موجب، والسالب كذلك سالب 1 سالب 2 سالب 3، تعوضهم بالدالة المعطاة راح تستخرج عناصر قيم واي، وبالتالي حيكون عندك زوج مرتب يعني اكس واي، وهذني الازواج المرتبة توقعهن على المستوى الاحداثي وتوصل ما بين النقاط، راح يظهر لك منحني الدالة او رسم الدالة الى اخره. اولى هاي النقاط اللي هي نقاط التقاطع مع المحورين، يعني هاي من النقاط المهمة اللي نوجدها اللي هي نقاط التقاطع مع محورين، مع محور يعني مع محور واي. هنا نقاط التقاطع مع محور واي عندما اكس صفر، ونقاط التقاطع مع محور اكس عندما الواي قيمة الواي صفر. فهنا هاي المصطلح جدا مهم اللي هي مصطلح نقاط التقاطع، نقاط التقاطع للدوال مع المحورين الاحداثيين. اي انترسبكت. وبالتالي هنا عندي طبعا مع محور اكس ويعني مع محور واي ومع محور اكس مع محور واي اللي هو the y intercept of the function، ومع محور x اللي هو x intercept مع of the function مع محور هنا مع محور x. هنا هاي ملاحظات اللي هسه تناولناها من شلون نعوض عن قيمة x صفر، راح يطلع نقاط تقاطع مع محور y، و y صفر يطلع نقاط تقاطع مع محور اكس. عندي من خواص الدوال اللي هي زوجية الدالة وفردية الدالة. فعندي مثلا هنا properties of functions. number one a function y يساوي f of x is called an even function، دالة زوجية even function of x if f of minus x يساوي f of x لكل x طبعا. فهنا أنا من أجي أعوض الدالة عندي شو نعرفها فردي أو زوجي، أجي أعوض عن قيم عن كل قيم x بسالب x. إذا الناتج مالت طلع لي نفس الدالة الأصلية نفسها f of x، وبالتالي راح أقول هاي الدالة هي دالة زوجية، لأن إحنا نعرف بالدالة الأس الزوجي راح عندي السالب بالسالب موجب، فراح يتغير الإشارة. بينما شو نعرف الدالة odd، عندما أعوض السالب x راح يطلع لي سالب يعني f of minus x ينطيني minus f of x لكل x، وبالتالي هي أقول عليها الدالة odd function، دالة شنو الدالة تكون فردية. وأولى يعني أنواع الدوال اللي هي الدالة الخطية learner functions، وهسه راح نتناولها الدالة الخطية مع الجرافز مالتها مع الرسم مالتها.
عند الدالة linear function اللي هي تكون على صيغة f of x يساوي ax زائد b. طبعا هنا أنا ال a لا يساوي صفر، وال a وال b where a and b are real numbers. هنا نعرف احنا الدالة الخطية، هنا ال x الأس مالته أسه يكون عدد واحد. مثال على الدالة الخطية هي f of x يساوي 3x زائد 12، ومثال آخر g of x يساوي x ناقص 2 بالعشرة إلى آخره. هذا مثال ثالث ومثال رابع أمامكم، يعني كلهن يعني واضحة ومحلولة في المحاضرات. وكذلك عندي exercise ان شاء الله نجي ناخذه. لاحظ عندي هاي مثالية اللي هو ال f of x يساوي 4x زائد 10. لو اقول لك طلع لي نقاط التقاطع مع محور x، هنا رأسا راح تجي الدالة 4x زائد 10 يساوي 0، وبالتالي قيمة ال x راح يطلع لي سالب 2.5 بالعشرة، 2 على الصحيح و5 بالعشرة. وبالتالي هنا حيكون عندي قيمة ال x هو سالب 2.5، والمسقط الثاني y اللي هو انا اختاريته هو قيمة الصفر. وبنفس الشيء معين لو اختار ال x صفر راح اطلع النقاط تقاطع مع محور y، راح يطلع لي يعني 4 في 0 0 زائد 10 يطلع لي هو موجب 10، يعني 10. وبالتالي راح يكون عندي الزوج مرتب 0 10. اذا هسه انا عندي طلعت نقطتين، نقطه تقاطع مع محور واي ونقطه تقاطع مع محور اكس. المثال الاخر اللي امامي اللي هو جي اوف اكس يساوي 1 على 5 اكس ناقص 6. هنا هم راح اختار مرة الواي هو صفر، وبالتالي نقاط تقاطع مع محور اكس راح يطلع لي هنا الاكس، يعني اذا الواي صفر يطلع لي 1 على 5 اكس يساوي 6. اتخلص من الواحد على 5 اللي هو اضرب كل الطرفين هاي المعادلة في 5، وبالتالي x يساوي 30. اذا هنا صار عندي زوج مرتب 30 0. ولو اختار نقاط تقاطع مع محور y اللي هو x 0، وبالتالي فقيمة الواي راح تكون عندي سالب 6، وبالتالي راح يكون عندي زوج مرتب اخر اللي هو 0 سالب 6. عندي الآن لدي هذا المثال اللي هو f of x يساوي سالب 2x زائد 7. لو يقول لي ارسم لي، فأولى النقاط اللي أقدر أستخرجها اللي هي نقاط التقاطع، وبالتالي هنا أنا أفرض ال y يساوي 0 راح يطلع لي عندي الزوج المرتب x يساوي 3.5، وبالتالي يعني زوج مرتب 3.35 بالعشرة صفر، هذا زوج مرتب. ولو اخذ ال x صفر يطلع لي ال y 7، وبالتالي شنو عندي هنا زوج مرتب الاخر 0 7. اجي اقدر اوقع هنا على المحورين الاحداثيين، هنا 3.5 صفر هاي النقطة، وهنا 0 7 زوج مرتب هاي النقطة مالته. اوصل بين هالنقطتين راح يطلع لي عندي هذا الرسم، هاي رسم شكل هذه الدالة اللي هي دالة خطية. واخذ مثال اخر، هنا الجي اوف اكس يساوي 4x زائد 12. هنا نقطتين يطلع لي عندي اللي هي لو الاحظ مباشرة على الرسم اللي هي نقاط تقاطع مع محور اكس اللي هي سالب 3 0، ونقاط التقاطع مع محور واي اللي هي 0 12. اوصل بيناتهم يطلع لي هذا الشكل اللي امامي. الان اجي الى عندي اكسرسايز، هنا اكسرسايز طبعا هنا
انتقلنا الملف هنا مطبوع طباعة حاسوبية. هذا الاكسرسايز أربعة أفرع نفس المنطوق طبعا مشابه بس يختلف اللي هي الدوال. هنا الفرع الأول F of X يساوي 3X ناقص 10، الفرع الثاني G of X يساوي 3 بالعشرة X زائد 7 بالعشرة، الثالث الفرع الثالث F of X يساوي minus 4X زائد 8، والفرع الرابع اللي هو G of X يساوي 5X زائد 15. نهم من هذين نوضحهم ونرسمهم ونطلع نقاط تقاطع مع محور X ونقاط التقاطع مع محور Y.